سجلت استثمارات البنوك العاملة في الإمارات أعلى مستوى في تاريخها، مقتربة من 635 مليار درهم في نهاية 2023، بارتفاع 20.13% عن العام 2022. واستحوذت السندات المحفوظة على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات بنحو 48%. تلاها الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير بنحو 41.17%، ومن ثم استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15 مليار و800 مليون درهم في نهاية العام الماضي.